اتدربت على الاسلحه كتير، في حاجه كنت مستغربها او كنتش متخيل ان هي بتعمل كده في الاسلحه، او في موقف غريب حصل وانت مثلا بتتعامل مع الاسلحه وانت اول مره تتعامل معاها خصوصا يعني؟ الحقيقه انا شفت اسلحه يعني جديده اول مره كنت اشوفها في حياتي طبعا، غير الكلاشينكوف او الزجزاور او الاسلحه المعروفه يعني، كان في اسلحه جوه في القطاع واحنا بنصور شكلها كان مخيف واوزانها مخيفه وحجمها مخيف. استعنت بواحد من الاسلحه دي في مشهد من المشاهد اللي هو متهيألي كان في حلقه 15، اللي هو الرشاش اللي بيتمسك، اللي انا كنت بسميه الرشاش بتاع رامبو، وتقيل قوي، هو وزنه فوق ال 50 كيلو يعني، وزنه لا مش 50، 45 كيلو مثلا، وبيتركب له الشريط الطويل بتاع الرصاصه اللي هي الكبيره دي. فكان التعامل بيه صعب، وركبنا الرصاص بس مش حقيقي، رصاص طبعا في شنك يعني عشان ما يأذيش حد، ولكن الرصاص برضو بيعمل وزن لانه شريط الرصاص حجمه قد كده. وكان مطلوب مني ان انا وانا شايل الوزن ده والسلاح ده اضرب بيه نار وابتدي انزل من على الجبل او على التبة يعني، فمن كان من الشطات الصعبة يعني، بس شكل المشهد كان حلو و السلاح كان تقيل ومتعب لكن الشكل طلع حلو. فأعتقد أن كمان من الحاجات الحلوة اللي عملوها محمد سلامة ومدير التصوير في المسلسل ده فكرة التنوع في الأسلحة اللي معانا، فكرة التنوع في اللبس اللي احنا لابسينه، مختلف عن الاختيار. الاختيار ثلاث أجزاء حققوا نجاح كبير، فكان تحدي صعب جدا لينا، وكانوا نجوم كبار اللي عملوهم ونجوم محبوبين جدا، فكان تحدي صعب لينا أن احنا نعمل حاجة كان لازم انها تبقى مختلفة ولازم تبقى فيها خطوة لقدام عن اللي حصل، واللي هيجي بعدنا لازم يعمل برضو خطوة لقدام، يعني دايما لازم يبقى فيه تطور يعني، وده اللي حصل اعتقد في 101 الحمد لله.